كذابي على اخواته من كذابي على الخانه يعني زين جزعت كنت جزعت حلو والله بتخافوا منهم. دينار الليبي كان ب 12 جنيه ب 12 بس دلوقتي نزل عشان الخونه والعملاء مثل مصطفى عبد الفتاح. خانه عملاء مرتهنه جدعان شفت الجدعان حلو ما تخافوا منهم ما تخافوا ضحك على ساعتي ضحك على ساعتي الانتصار ضحك على ساعتي السيف ضحك على ساعتي اللقاء لا ارجع ثورة ولا هذا المرة كوكا خلت هذه المرة تفيرة سواء كانت هذه المرة ذكرة أو أنثى الشعب الليبي يحب الفرادة لكن ما يحب المصريين الكذبة أنا في ليبيا أنا أريد العمل أنا أريد العمل زنقة زنقة بدارك بالتيك توك والله والله أنا 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 شخص متواضع أنا أحب التيك توك هكذا وسيلة الله يعني قال لي دخلتها شعب الغالي ما دخلتها شعب ليبي فكرة ما التلفزيون يعني أنا ما قررت شو أستطلب التلفزيون الكهرباء زي ما كنت تفرجع التلفزيون في الضلمة بتاعت الوالدين مهمة لكن أهم بر الوالدين